بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم. ندعو الله عز وجل في عليائه أن يجعل لي ولكم هذه الخطى في موزين الحسنات يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا أيها الأحبة مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، لنفهم هذه العقيدة المباركة، عقيدة أهل السنة والجماعة، بالفهم الصحيح الحاجة الماسة إليها في هذه الغربة التي لا تخفى علينا. من المختصر عنونا الشارح عليه رحمة الله الصفات الفعلية، ثم أورد هذا السؤال: بين ما تعرفه عما تضمنته الآيات التي تلي: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكذا من قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، وكذا من قوله: ذلك بأنه اتبع ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم، وكذا من قوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، وكذا من قوله: ولكن كره الله انبعاثهم، وكذا أيضا من قوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أورد هذه الآيات شيخ الإسلام كما يعني سنوضح في الشرح في معرض رده على المعطلة والمؤولة من الفرق المخالفة إثبات هذه الصفات الفعلية. يقول الشيخ في معرض إجابته: تضمنت هذه الآيات الكريمات إثبات بعض الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى من الرضا والغضب واللعن والكره والسخط والأسف والمقت، وهذه الصفات التي أوردها يثبتها أهل السنة لله حقيقة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، يفعلها متى شاء. وفي هذه الآيات رد على من نفاها أصلا، أي نفى هذه الصفات الفعلية، ومن يرجعها إلى إرادة الثواب في الرضا وإلى العقاب في الغضب والسخط، أو يقول أراد العقاب كالأشاعرة والمعتزلة، ويقصد أنهم يؤولونها يعني الرضا بإرادة الثواب والغضب والسخط بإرادة العقاب ونحوهم، أي من الفرق. وهذا بالحقيقة نفي للصفة وصرف للقرآن عن ظاهره وحقيقته، يعني هذا التأويل من غير موجب. وفي الآية الثانية يقول عليه رحمة الله: وعيد شديد على من يقتل مؤمنا متعمدا، وذكر متعمدا يعني احترازا من الكافر، وقوله متعمدا احترازا من قتل الخطأ، والعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، والمراد بالجزاء العقاب، والخلود يعني يقصد المكث الطويل. واللعن من الله الطرد والإبعاد عن رحمته سبحانه وتعالى، وقوله: وأعد أي هيأ له عذابا عظيما لعظم ذنبه،
والذي عليه الجمهور أي في هذه المسألة أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى أن قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب. وفي الآية الأخرى قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث أي القدسي: إن الله يقول: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، إلى غير ذلك من الأدلة المؤيدة لمذهب الجمهور. والخلاصة أن هذه الآية فيها وعيد شديد ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وينزعج له أولو العقول، فلم يرد في أنواع الكبائر دون الشرك الأكبر أعظم من هذا الوعيد ولا مثله. ثم قال: والأسف هنا بمعنى الغضب، أو قيل الغضب الشديد، فلما آسفونا فلما أغضبونا غضبا شديدا. نعم، كما في قوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. نعم، يقول: والأسف هنا بمعنى الغضب، والمقت شدة البغض، المقت شدة البغض، والانتقام أي المجازاة بالعقوبة مأخوذ من النقمة وشدة الكراهية والسخط. وفي قوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، الآية إثبات العلل والأسباب، إثبات العلل والأسباب، يعني بسبب مثلا المعصية يكون السخط والغضب أو اللعن والطرد إلى آخره، وبسبب العمل الصالح يكون الجزاء والثواب إلى آخره. نعم، يقول الآية لإثبات العلل والأسباب، وأن الأعمال الصالحة سبب للسعادة والأعمال السيئة سبب للشقاوة. وفيها رد على من زعم أن لا ارتباط بين العمل والجزاء، وفيه ذم من أحب ما كرهه الله أو كره ما أحبه الله. وفي الآية الأخيرة حث على الوفاء بالعهد والنهي عن الخلف في الوعد وغيره، وتفاوت مقته تعالى، يعني وأن الإنسان قد يكون عدو الله ثم يكون لله وليا، يعني بصدق توبته وعودته، ويكون الله تبارك وتعالى يبغضه ثم يحبه بعد توبة وعودة، وهو قول أهل الحق وعليه تدل الأدلة. يعني هذا ما تيسر من المختصر في إجابته على ورود هذه الآيات التي تثبت الصفات الفعلية. نقول في الشرح والتعليق والزيادات: أورد شيخ الإسلام عليه رحمة الله هذه الآيات كما قلنا في معرض إثبات الصفات الفعلية الاختيارية ردا على من أنكرها، سواء يعني بالتأويل أو يعني بالتعطيل. نعم، طبعا لا بأس أن نذكر بما مضى لأهمية يعني هذه القاعدة حتى لا تنسى، وحتى يتم الترجمة الحقيقية لها في المرور على الأسئلة. لو تذكرون قلنا في القواعد أن الصفات تنقسم إلى صفات ذات وصفات إيش؟ أفعال. صفات ذات وصفات أفعال. صفات ذات لازمة لا ينفك عنها سبحانه وتعالى، زي إيش؟ كالحياة، القدرة، والعلم، إلى آخر هذه. وصفات ذات خبرية، زي إيش؟ كالوجه واليدين، العينين، إلى آخره. نعم، نعم، السمع من الصفات الذاتية اللازمة. نعم، وصفات فعلية قلنا أيضا البعض يقسمها صفات فعلية بفعل متعدي كالخلق والإحسان والعدل، وصفات فعلية بفعل لازم كهذه الصفات كالرضا وكالحب مثلا وكالغضب والسخط إلى آخره، كما سيأتينا في التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، أيضا أهل السنة يقولون أن هذه الصفات الفعلية أزلية، أزلية النوع يعني حادثة الأحاد، وهي ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار، ذاتية من الصفات الذاتية الخبرية، وفعلية أي مرتبطة بالمشيئة كما وضحنا في القواعد.
أهل السنة يؤمنون بها كما ورد بها الدليل السمعي على القاعدة الشرعية التي حفظناها ومرت علينا كثيرا، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، ويقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني أي صفة أثبتها تبارك وتعالى نفسه في كتابه أو أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته نحن نثبتها على ظاهرها، لأنها أتت باللغة المفهومة يعني لدينا من غير أن نعمل فيها هذه العقول، لأننا نؤمن أن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه من سائر خلقه، وأن نبيه صلى الله عليه وسلم أعلم به من سائر خلقه، ولذلك نحن نقف عند الدليل السمعي ولا نعمل عقولنا فيه لا من قريب ولا من بعيد. أذكر فقط ببعض أقوال السلف في المسألة حتى ترسخ، لأنها من الأهمية في المكان، حتى يعني تتذكر طرق الرد على الفرق المخالفة في هذا الباب كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم الذين يعني يردون فهم الصحابة لهذه الصفات. يقول ابن عمر بن عبد البر عليه رحمة الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، زي ما وردت بنفس النص بظاهره، ماشي، لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، يعني كما جاءت على القاعدة، يعني غير تحريف ولا تعطيل، تكيف ولا تمثيل، ويقولون الآية ليس كمثله شيء. نعم. وقال نعيم بن حماد الخزاعي عليه رحمة الله: من شبه الله تبارك وتعالى بخلقه فقد كفر، من شبه الله تبارك وتعالى بخلقه فقد كفر، ومن جحد، شوف الفهم العالي، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه، اسمع، ولا رسوله تشبيها، ثم عرض: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني يقول يا جماعة هؤلاء لما أولوا الصفات الفعلية أو يعني عطلوها هروبا من التشبيه، يقولون لأن هذه الصفات في المخلوقين، الرضا والغضب والسخط واللعن والانتقام والمقت، هذه في المخلوقين، فلذلك هربوا أولوها أو أنكروها بالكلية كالجهمية مثلا. فهو يقول هذا ضلال مبين، الله عز وجل يثبتها لنفسه وأنت تنكرها، ورسوله يثبتها له وأنت تنكرها، هذا كفر، لكن بالضبط الشرعية طبعا قامة الحجة 26 في موانع كما علمنا. ثم يقول: ونحن حينما نريدها كما أورده هو سبحانه وتعالى وكما أورده النبي عليه الصلاة والسلام فهذا ليس تشبيها، لأن القاعدة موجودة تقول إيش؟ ليس كمثله شيء. حتى من قلنا يعني مثلا أثبتنا هنا الغضب لله، وأثبتنا مثلا السخط لله، وأثبتنا الرضا لله عز وجل، للمخلوقين غضب ورضا وسخط صح، لكن لا يعني يلزم أن يكون الغضب كالغضب، كما أنه من البديهي جدا أن ذات الله عز وجل ليست كذوات المخلوقين، ولا رأيكم ليست كذوات المخلوقين، إذن صفاته ليست كصفات المخلوقين أيضا، فالقضية منتهية مع القاعدة، لا نحتاج إلى كثير كلام فيها. يعني نعم، نقول هؤلاء مساكين الذين يعني أولوا أو أنكروا أو ردوا، لأنهم في الحقيقة تدخلوا بعقولهم القاصرة فيما صح به الدليل السمعي، لذلك نحن نسلم للدليل السمعي ونثبت ما أثبته تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وصحبه وسلم على مثل هذا النحو الذي ذكرنا. من هذه الصفات التي استعرضها شيخ الإسلام ثم الشارح في الأسئلة صفة الرضا، صفة الرضا طبعا أشار هو بقوله أن هذه الصفة ثابتة بنص القرآن والسنة، ونضيف والعقل أيضا، لأننا حينما نحاول الرد على المعتزل الذين أحيانا كثير يقدمون العقل على النقل وكذا كثير من الأشاعرة وغيرهم، يعني استئناسا هنا فقط، ولكن يكفينا نحن الدليل السمعي قرآن وسنة، ولكن أيضا بالعقل نقول أن صفة الرضا ثابتة، وسنرد إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا من القرآن كما سمعنا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، هو يقول عن نفسه أنه رضي عنهم، كيف أن أقول أن الله عز وجل لا يرضى، وإنما الرضا إرادة الثواب مثلا، فهذا كلام مرفوض. ويقول: إن تشكروا
يرضه لكم، ويخبر عن نفسه سبحانه وتعالى. ومن السنة كما في صحيح مسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. الحديث مشهور طبعا، لكن الشاهد منه إيش؟ إن الله يرضى لكم. في حد أعلم بالله عز وجل من رسول الله؟ هو يقول ذلك، إن الله يرضى لكم. خلاص، إذا نثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في صحيح مسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أن أشرب الشربة فيحمده عليها. إن الله يرضى. إذن العبارة لا تحتاج إلى كثير كلام. فاكرين حديث الثلاثة، الأعمى والأبرص والأقرع؟ إيش قال الملك للأعمى؟ إن الله قد رضي عنك وسخط على صاحبك. إذن الحديث وين حديث الثلاثة؟ في البخاري، حديث البخاري في الصحيح. نعم، هذا بالكتاب والسنة. العقل يثبت أيضا الرضا لله تبارك وتعالى. كيف؟ نريد أن يعني نتنزل إليهم استئناسا، وإلا فيكفينا القرآن والسنة كما قلنا. نقول العقل يثبت ذلك بنظرة بسيطة جدا. المولى تبارك وتعالى أخبر أنه يعني يجازي ويثيب على العمل الصالح وعلى الطيبات وعلى السمع والطاعة إلى آخر هذه المعاني، ويرضى ببعض الأنواع والطاعات التي أشرنا إلى طرف منها. فهذا لا شك فيه في 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 ظهور قوي جدا أن الله تبارك وتعالى يجازي على العمل الصالح، فهذا يدل على رضاه عن هذا العمل. فألقوا شبههم، قالوا لا استنوا، ده أنتم مش واخدين بالكم خالص، ليس هذا دليلا. ليش؟ قالوا لأننا نرى فساق وعصاة وعتاة يعطون عطاء عظيما وينعمون نعما لا تعد ولا تحصى، هل هذا يدل على رضاه عنهم لأنه أعطاهم؟ نقول أخطأتم، هذا لبس، أنتم خلطتم بين الأمرين، لأننا نفرق بين هاتين الحالتين. فإذا رأينا أن الله تبارك وتعالى يعطي العبد على فسقه وفجوره، فنحن عندنا أدلة قطعية صريحة أن هذا إيش؟ استدراج من الله عز وجل، وهذا في القرآن كثير كما هو معلوم. والذين كذبوا بآياتنا إيش؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يعني هذه واضحة. كذلك في قوله تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم إيش؟ أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم يبين. هذا استدراج ولا إكرام وثواب؟ استدراج. ولذلك الحديث إن الله لا يملي حتى إذا أخذه لن يفلته، لذلك لبس عليه من هذا المعنى. لكن في الرضا إيش قال؟ في الرضا إيش قال؟ وإن تشكروا يرضه لكم. علق الرضا بإيش؟ بالشكر على النعم وبتحقيق الشكر. والأحاديث إن الله إيش يرضى لكم ثلاثا التي ذكرها أعمال صالحة معروفة. إذن هنا الشكر الذي ذكره تبارك وتعالى هنا إنما كان على عمل صالح فرضيه منهم، ولذلك نقول الفرق كبير بين هذين الأمرين. نعم. وذكر في الآية الثانية، يعني ننتقل عن صفة الرضا، صفتي الغضب واللعن في الآية التي في سورة النساء، غضب الله عليه ولعنه ويقتل مؤمنا متعمدا. نقول كذلك في هذين الصفتين كما قلنا في الصفة على الجملة، نحن نثبت صفة الغضب لا تبارك وتعالى أنه أثبتها لنفسه، ونثبت صفة اللعن وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل كما أثبتها تبارك وتعالى لنفسه في كتابه، وكما أثبتهما صلى الله عليه وسلم على القاعدة لا نحرف ولا نعطل ولا نكيف ولا نمثل، ونقول ليس كمثله شيء في غضبه ولا في لعنه سبحانه وتعالى إلى آخر هذه المعاني. ويسحب هذا المعنى على سائر الصفات الأخرى. طبعا عندهم بعض الردود العجيبة، يعني هم يقولون عن سبب تأويلهم لصفة الغضب أنها إرادة الانتقام فقط،
وليست من الصفات الذاتية الخبرية لله تبارك وتعالى، يقول لأن الغضب معناه غليان دم القلب طلب للانتقام، وهذا محال في حق الله عز وجل، وهذا محال في حق الله عز وجل. نقول يعني فعلا محال في حق الله عز وجل، لأنكم لم تفهموا القاعدة أصلا. نحن أثبتنا الغضب لكون أثبته لنفسه، لكن هل قلنا هذا الغضب يلزم أن يكون غضب المخلوقين غليان دم القلب؟ لا طبعا، ليس كمثله شيء. ضعوا هذه الآية تنتهي القضية، ضعوا هذه القاعدة تنتهي القضية بنظرة سريعة بفضل الله تبارك وتعالى. طبعا السخط والغضب سبب للانتقام، أو أن الانتقام نتيجة حتمية للغضب وللسخط. هم يحاولون أن يعرفوا السخط والغضب بإرادة الانتقام، لا، نحن نقول أن الانتقام نتيجة للسخط وللغضب. فلما آسفونا إيش؟ انتقمنا منهم. فلما آسفونا إيش الأسف؟ أشد الغضب. ما احنا قلنا بدل المعنى أشد الغضب. فلما وقع الغضب والغضب الشديد كان الانتقام، كان الانتقام على هذا المعنى. طبعا نأخذ هذه المسألة في الحقيقة مسألة مهمة جدا، نتدرسها سريعا بشيء من يعني التفصيل الغير مطول. مسألة قتل المؤمن عمدا، لأنها فعلا مسألة شائكة وتحتاج إلى فهم صحيح في الحقيقة حتى تكون واضحة، ثم نعرج على الوقفات التربوية المهمة. نقول هذه الآية: ومن قتل مؤمنا متعمدا خرج بذلك الكافر، لأنه حدد مؤمنا، يقولون خرج بذلك الكافر الأصلي والمرتد والمنافق. متعمدا يخرج بها الصغير وغير العاقل، كلمة متعمدا يخرج بها الصغير وغير العاقل، لأن هؤلاء يعني ينتفى عنهم صفة العمد، صغير ما يعرف العمد، والمجنون لا يعرف العمد كذلك. وكذلك خرج من المخطئ، المخطئ اللي هو قتل الخطأ ما يقصد، على قول الجمهور. وخرج أيضا شبه العمد، لأن إخواني القتل كم نوع قلنا؟ خطأ، شبه عمد، وعمد. لكن عند المالكين القتل إيش؟ عمد وخطأ بس، ما في عنده شبه عمد. لذلك المالكية خالفوا الجمهور في هذه المسألة، يقول لك ما فيش حاجة اسمها شبه عمد، يا عمد يا خطأ. لكن هو في الحقيقة تقسيم الجمهور أقوى والأدلة عليه أصرح، وفي أثار كثيرة والأعلان فصلنا فيها من قبل. لكن الشاهد يخرج بذلك المخطئ، ويخرج على قول الجمهور من؟ شبه العمد، اللي هو قتيل العصا والصوت الذي في المعركة والشجار وما شبه ذلك. نعم. مسألة التي هي رأس المسألة، يعني هل للقاتل العمد توبة أم لا؟ يعني قبل أن نشرح في 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 الإجابة على هذه المسألة، نقول يا إخواني نرى استهتار شديد جدا بحرمة الدماء، وتفريط شديد جدا جدا واضح في أوساط المسلمين، وخصوصا يعني في مثل هذه الأماكن التي نحن فيها ومن أهلها، تعدي رهيب جدا جدا، وكأن الناس لا يقدرون هذا المعنى ولا يعني يستشعرون خطورة هذه الآية وغيرها. فهانت الدماء فسقط القتل بكثرة لأتفه الأسباب والعياذ بالله تعالى. أولا يكفي أن تلقي بإطلالة على مثل هذه الآية وهذا الوعيد الذي لم يرد على أي كبيرة بعد يعني الشرك الأكبر مثل ما ورد عليها، كلام في منتهى الخطورة. نقول يكفي أن تسمع: لا زال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. أحاديث في هذا الباب كثيرة جدا جدا، تخيف ترعب. ولذلك يعني ينبغي أن تنظر في هذه الأدلة بين الحين والحين لتعرف حرمة الدماء، حتى تتحكم في ردود أفعالك وفي تصرفاتك وفي يعني حتى انتصارك لو كنت من أصحاب الحق، لأن هذا من المعاني المهمة جدا جدا. يكفي فقط لتنزجر أن قبول توبة القاتل العمد محل الخلاف بين أهل العلم، ده الواحد يخوفك ليه توبة ولا ملوش توبة، على نص الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، شوف سبحان الله، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. يكفيك هذا،
يكفيك هذا. واختلف أهل العلم هل تقبل ولا لا تقبل، وانظر في تفصيل المسألة لتعتبر بهذه المعاني المهمة. القول الأول، وقال ابن عباس ومعه من الصحابة الكثير كزيد بن ثابت كأبي هريرة كابن عمر، يعني فطاحل الصحابة، يقولون أن لا توبة للقاتل العمد، لش توبة؟ ينهر أبيض، ده كلام في منتهى الخطورة. اسمع، لا توبة للقاتل العمد، اللي قتل المؤمن معصوم الدم بما يقتل غالبا، يعني ضربه بشيء يقتل غالبا، سلاح مثلا أو سكين أو سيف أو شيء حاد يعلم أنه يقتل غالبا، هذا ليس له توبة عند ابن عباس وابن عمر عند أبي هريرة وعند زيد بن ثابت، وكثير من الأئمة والأعلام ساروا على قولهم وردوا ردود قوية جدا. منها مثلا يقولون مثلا الآية هذه آية النساء التي معنا عشان ما تنسوهاش، ردا على آية الفرقان التي تحفظونها، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى أن قال تبارك وتعالى إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سئل عنها ابن عباس فقال هذه كانت في أناس كانوا في الجاهلية قد قتلوا وزنوا وصنعوا فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوا هذا السؤال نزلت هذه الآية، فكأنها كانت خاصة بهم. ثم يقول فهذه خاصة بهؤلاء، أما آية النساء ومن يقتل مؤمنا فهذه لم تنسخ، هذه الآية أتت مؤخرا في القتل العمد ولم تنسخ بالمرة. هذا قول ابن عباس ومن صار على قوله من الأئمة الأعلام. نعم، فقال ابن عباس وهذا الفريق أيضا بقوله لأن التوبة من قتل المؤمن عمدا متعذرة. ليش يا جماعة يقول متعذرة؟ مش هيعرف يتوب من قتل المؤمن، ليش؟ قالوا متعذرة إذ لا سبيل إليها إلا باستحلاله، اللي هو مين؟ المقتول، إلا باستحلاله أو إعادة نفسه إلى بدنه، وهذا مستحيل. يقول لك عشان تبقى توبتك مقبولة لازم تستحله هو. طيب إذا كان هو خلاص اتقتل وروحه طلعت، يبقى إذن استحالة أن تستحله في هذه الدنيا، فكيف تصح التوبة وهو لم يوفى يعني حقه المقتول، أو لم يوفي له القاتل حقه ولم يستحله الاستحلال الصحيح، ولذلك استحال أن يتوب التوبة المقبولة. وهذا يقولون خلاف المال، لو كان مال مثلا أخذ مال ومات صاحبه، يقول المال يتصدق به عليه فيصل إليه، يبقى إذن قد تتحلل من المال، أما من القتل فهذا من الصعوبة مكان لاستحالة إعادة الروح إليه. يقولون ولا وجه للمقارنة، حتى يعني لا يرد عليهم بآيات أخرى هم يردون أيضا، لا وجه المقارنة بين الشرك الأكبر والقتل العمد. نحن نعلم أن الشرك الأكبر أعظم من القتل العمد، هم بيقولوا احنا عارفين أن الشرك الأكبر إيش؟ أعظم من القتل العمد بكثير، لكننا نقول بالنصوص السمعية من القرآن والسنة أن الشرك الأكبر منه توبة، لأنه في حق الله، وإذا تاب منه العبد قبله تبارك وتعالى، وهذا يعني بنصوص كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، وفي الحق كلام وجيه جدا. يعني من ارتكب شركا أكبرا لا شك أعظم من قتل النفس، لكن لو تاب من الشرك الأكبر يقبل ولا لا يقبل؟ يقبل لا شك بظاهر الأدلة والنصوص. نعم، يقولون وأما حق الأدمي فمشروط باستحلاله وقد استحال ذلك كما قدمنا. هذا القول الأول، يبقى إذن خلاص القول إيش؟ أن لا توبة لقاتل العمد لاستحالة استحلال المقتول وإعطائه حقه أو العفو عنه منه هو شخصيا، فهذا قول كما قلنا معتبر وقوي. القول الثاني قول جمهور أهل العلم، وكلمة جمهور يعني أغلب أهل العلم الأئمة الأعلام، ويقولون أن للقاتل العمد توبة، وذكروا الأدلة وردوا ردود قوية على الفريق الأول.
من جملة الأدلة التي استدلوا بها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقولون فهذه في حق التائب، أي واحد يتوب من أي ذنب كان إن الله يغفر الذنوب جميعا، لن تستثني ذنبا. إذن ظاهر الآية يقول كل الذنوب، إذن هذه عامة. يقولون أيضا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دي في حق مين؟ في من مات ولم يتب. ماشي يا إخواني؟ مرة أخرى انظر إلى الآية وتأمل فيها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بمعنى أن من مات على الشرك هذا لا يغفر له، ومن مات على أي كبيرة من الكبائر هو تحت إيش؟ المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب، ولكنه لا يخلد إن كان عنده أصل إيش؟ التوحيد. ماشي إخواني؟ نفرق بين المعنيين. فيقولون وهذا في حق غير التائب، لأنه فرق بين الشرك وما دونه وعلق المغفرة بالمشيئة، فخصص وعلق، وفي الآية التي قبلها عم وأطلق. إذن هنالك في الأولى أشرنا يغفر ذنوب جميعا بدون استثناء، أطلق الكلام. أما في الآية الثانية فبين أن الشرك إذا مات عليه الإنسان لا يغفر، وما دون الشرك فهو إيش؟ تحت المشيئة، إن شاء عفا وإن شاء عذب كما قال. نعم. وأيضا استدلوا بقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فقالوا إذا تاب وأناب ورجع إلى الله تبارك وتعالى وأحسن في إيمانه وأكثر الأعمال الصالحة فهذا وعد من الله تبارك وتعالى بالغفران له، هذا وعد صريح وقوي وجلي. قالوا وحديث قاتل ليش المئة نفس، قالوا هذا قاتل المئة نفس، ولا شك أن فيهم عمد ولا مفهومش، ده الأخير خالص هو ده مش عايز فيه، ده أوضح واحد أنه قتلوا عمد صح، لما قال له مالكش توبة راح قتلوا على طول. إذن يقولون هذا حديث صحيح ومشهور وبشر به وعرض على أرباب ذنوب المعاصي حتى لا يأسوا من رحمة الله ومن فضله سبحانه وتعالى، بدليل أن الأرض الصالحة كانت إليه أقرب بفضل عدل، وتنازع فيه ملائكة الرحمة والعذاب، وفي النهاية أخذ إلى ملائكة الرحمة بفضل الله تبارك وتعالى. أيضا يقولون الحديث القدسي ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة، طالما دون الشرك يغفر، هذا كلامهم. طبعا ذكروا أيضا عموميات حديث نجاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة، قالوا هذه تكفي، العموميات المشهورة جدا اللي هي الأحاديث المشهورة المستفيضة المتواترة التي تخبر عن نجاة الموحدين من النار وعن دخولهم الجنة، كما في قوله من مات لا يشرك بالله شيئا إيش دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، خلاص كل شيء بعد الشرك هين، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أيا كان فعله، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي الحديث اللي هو حديث الشفاعة المشهور أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من خردل من إيمان، هذه أيضا تدل على أنه لن يخلد. وأيضا في أحاديث كثيرة وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. نعم. وأضعاف هذه الحديث تؤكد أن لا خلود لأهل التوحيد في النار. نعم. وقالوا في الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية اللي هي معنى استدل بها الفريق الأول لآية النساء، قالوا هذه لها نظائر، هذه لها نظائر عندنا من نصوص الوعيد وتحمل على نصوص الوعيد وينظر إليها بضوابطها، لأن نصوص الوعيد كثيرة مش هذه وبس، في نصوص وعيد كثيرة جدا. ذكروا مثلا ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا، هذا بمجرد ذكر المعصية، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا. وقالوا الحديث مثلا حديث صحيح، اسمع، من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها خالدا مخلدا في نار جهنم، اللي هو مين ده؟ منتحر. ايش قال اهل السنة والجماعة في المنتحر؟ الراجح انه تحت المشيئة ان شاء عذبه ان شاء عفى عنه غير مخلد في النار، لكن هذا وعيد،
وعيد يعني للزجر وإلى آخره. نعم. قال وقد اختلف الناس في هذه النصوص، نصوص الوعيد على طرق، انتبه لهذه الإشارة المهمة، القول بظاهرها وتخليد أرباب هذه الجرائم في النار، هذا قول الخوارج والمعتزلة مع اختلافهم في الحكم. فقالت الخوارج أصحاب هذه الذنوب مثلا والمعاصي الكبار عموما هم كفار، لأنه لا خلود إلا الكفار في النار، يقول يكفرون طبعا بالكبيرة كما تعلمون. والمعتزلة وإن قالوا يخلدون في النار غير أنهم يقولون هم فساق يخلدون في النار، اختلفوا في المسمى فقط. نعم. واتحدوا في النهاية. نعم. قالوا هؤلاء إذا ماتوا ولم يتوبوا من هذه الذنوب هم مخلدون، عند الخوارج كفار وعند المعتزلة فساق يخلدون في النار إن لم يتوبوا. نعم. وقال آخرون هذا الوعيد في حق المستحل لها لأنه كافر، وأما من فعلها معتقدا تحريمها فلا يلحق هذا الوعيد، وعيد الخلود، وإن لحقه وعيد الدخول. بقولوا خلي بالكم، فرقوا بين المستحل لهذه الكبائر وبين الذي يعلم تحريمها لكنه وقع فيها، لا شك يلحقه الوعيد وعيد دخول النار، لكن لا يلحقه وعيد الخلود في النار لأننا لن نكفر بالكبيرة. نعم. وقال آخرون من أهل السنة في الكلام إضمار، وهذا كثير معروف، انتبهوا لهذه اللطاف. واختلفوا في تحديد المضمر هنا، فقال جماعة منهم بإضمار الشرط والتقدير أي المعنى، فجزاؤه كذا إن جازاه، لأنه قد لا يجازيه لأنه تحت المشيئة أصلا، فجزاؤه كذا أي الذي قتل مؤمنا متعمدا إن جازاه، إن جازاه، هذا وجه، أو إن شاء. وقالت جماعة أخرى بإضمار الاستثناء والتقرير بمعنى فجزاؤه كذا إلا أن يعفو عنه، هذا هو المضمر، وفيه نظر في الحقيقة. وقالت طائفة أخرى هذا وعيد، خلي بالك كلام جميل في هذه الجزئية جدا، هذا وعيد، وإخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح. يعني بقولوا فرق بين حاجتين، الوعيد والوعد، خلي بالك من المعنيين، معنيين مهم جدا، الوعيد خلفه يمدح، يمدح يعني واحد تهدد وتوعد أن يفعل ويفعل ويفعل ثم أخلف هذا الوعيد، هذا مدح، دليل على كرمي، على جودي، على يعني فضله، على إحسانه، ولا مش كذا؟ لكن من وعد لابد أن يوفي، وهذا وعيد من الله تبارك وتعالى لمن فعل ذلك. فنحن نقول أنه لن يخلد، لماذا؟ لأن خلف الوعيد يصح في حق الله عز وجل، لأنه من كرمه وإحسانه وفضله سبحانه وتعالى، أما الوعد فهو لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. نعم. وقال آخرون كلام أيضا في منتهى الجمال، هذه النصوص ما ذكر منها أو ما ذكر فيها فيه المقتضى للعقوبة، ونحن نعلم أنه لا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده، فإن الحكم يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه، مش مجرد وجود المقتضى لابد من انتفاء المانع، هذه قواعد شرعية أصولية معلومة. فيقولون يعني فإن الحكم يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه، وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا يعني قتل المؤمن عمدا يسبب العقوبة التالية ومقتضى لها، وقد قام الدليل على ذكر المانع، يعني في موانع أتت صريحة شرعية تؤكد هذا المعنى، يعني فعلا نحن نقول معكم أن هذا الوعيد موجود فعلا، كلام مضبوط، لكن عندنا أدلة أخرى تقول لابد من مع وجود المقتضى انتفاء المانع، وإلا فالموانع موجودة، موانع شرعية إما بالإجماع وإما بالنصوص. يعني إيش؟ اسمع، يقولون وهذه الموانع بعضها بالإجماع وبعضها بالنصوص، يعني تمنع من تحقيق مقتضى هذا الحكم. قالوا مثلا التوبة مانع بالإجماع،
التوبة تجب ما قبلها والتائمون الذنب كمن لا ذنب له. قالوا هذا في إجماع أن التوبة تجب، التوبة مانع. نعم، التوحيد، التوحيد مانع بالنصوص اللي احنا قلناها من بدري شوية، صح؟ النصوص، النصوص العامة هذه في نجاة الموحدين من الخلود في النار، قالوا هذه نصوص تقول أن الموحد لا يخلد في النار أبدا أيا كان جرمه. نعم، يقولون أيضا الحسنات العظيمة، الحسنات العظيمة ماحيات، يعني أحيانا يقتل المؤمن متعمدا ثم يتوب ويكثر من الحسنات العظيمات فهي ماحيات، إن الحسنات يذهبن السيئات. قالوا أيضا المصائب المكفرة هذه كثيرة، هذه مانع، يعني أحيانا يبتلى المرء ليخفف عنه، ليرفع عنه، ليخرج سليما معافا إلى آخر هذه المعنى. قالوا أيضا معنى جميل في الحقيقة جدا، إقامة الحدود مانع ولا مش مانع؟ مانع. إقامة الحد كفارة ولا مش كفارة؟ كفارة بإجماع أهل العلم. يقول هذا، هذا كلام لا يحتاج إلى كثير كلام لأنه مانع بالنص ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص، فلا بد من إعمال الجانبين، يعني عشان تفهم القضية صح تعمل الجانبين، مقتضى الحكم موجود لكن لابد من انتفاء المانع، فإذا وجد المانع بالنص أو بالإجماع انتهت القضية. ابن القيم يتدخل، طبعا نشير إلى أن الإمام مالك والإمام الشافعي لهما رأي مخالف للجمهور في هذه المسألة. في الحقيقة الإمام مالك والإمام الشافعي يقولان بأن للقتل العمد توبة، لأن القتل العمد توبة معذرة، يقول أنه لا يخلد في النار لأنه تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه لكنه لا يخلد في النار. نعم، ابن القيم في المدارج جمع بطريقة جميلة جدا وقال والتحقيق في المسألة، إيش التحقيق في المسألة؟ اسمع، والتحقيق في المسألة أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق، القتل تتعلق به كم حق؟ ثلاث حقوق. اسمع، حق الله عز وجل، وحق المقتول، وحق الولي أولياء الدم اللي هم الورثة. يبقى كم حق للمقتول؟ ثلاث، حق لله عز وجل، حق المقتول شخصيا، وحق الولي. يقول فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا، ندما على ما فعله وخوفا من الله عز وجل وتوبة نصوحة، سقط حق الله بالتوبة. يعني واحد قتل واحد عمد، فرح مسلم نفسه للحاكم أو من ينوب عن الحاكم نادما تائبا معترفا بذنبه خائفا من الله تبارك وتعالى، خائفا من الله تبارك وتعالى، يقول يسقط حق الله تبارك وتعالى بالتوبة قولا واحدا، ماشي. ويسقط حق الأولياء بالاستيفاء، يعني هو سلم نفسه للحاكم، الحاكم المفروض بيعمل ايه في قتل العمد؟ بيجيب أولياء الدم، تعالوا عودوا، هذا هو القاتل واعترف وندم، ولكم واحدة من ثلاث، إن شئتم القصاص الاستفاء الآن، ماشي، وإن شئتم العفو مجانا لله عز وجل، وإن شئتم العفو والصلح على دية أو ما تصالحون عليه، يختاروا لك لعدي القصاص، خلاص انتهت. يبقى كده حق الله عز وجل بالتوبة سقط، وحق الأولياء بالاستفاء إيش؟ سقط. أو يسقطون حقوقهم مثلا بالصلح على دية أو بالعفو مجانا لله عز وجل. يبقى فاضل حق مين؟ حق المقتول. اسمع ماذا يقول فيه. نعم، وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن، ويصلح بينه وبينه سبحانه وتعالى. شوف في الحقيقة يعني تحقيق راقي جدا، يقول حق ربنا سقط بالتوبة، وحق الأولياء بواحدة من الثلاثة، لو هم اللي طلبوا الاستفاء خلاص القصاص، الصلح مجانا، الصلح على دية، يبقى موضوع حقوقهم خلاص خلصت، يبقى هو فقط المقتول يصلح تبارك وتعالى بينه وبين قاتله يوم القيامة. ليش؟ لصدق توبة القاتل ولصدق خوفه من الله تبارك وتعالى. ابن كثير أورد بعض الأثار في الحقيقة في منتهى الروعة والجمال، فيها تبشير وفيها يعني تأكيد لهذا المعنى وإن كان تحتاج إلى تحقيق. يعني يقول إن الله تبارك وتعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. في بعض الأثار بتقول إيه؟
يأتي صاحب الحق بين يدي المولى تبارك وتعالى ويؤتى بقاتله، فلما يقف صاحب الحق وينظر فيتراءى له مشهد بديع عن بعد، قصور ودور ومنظر مفرح، فيسأل سؤال عادي: لمن هذه الدور ولمن هذه القصور من الأنبياء ومن المرسلين بتاعت الناس؟ الله أكبر. فيقول له تبارك وتعالى: هذه لمن عفى عن أخيه. إيه رأيكم، يعفو ولا يعفو؟ عفوت عفوت. يقول: خذه، فيأخذه بيده فيدخلان الجنة. فهذه بعض الأثار التي ذكرت في هذا الباب. الشاهد يعني كلام ابن القيم رحمه الله كلام قوي، لكن إخواني أيضا إن كنا من باب الأمانة ذكرنا شدة القول الأول بأن لا توبة له، وذكرنا قول الجمهور أن له توبة، وهذا هو الذي نرجحه كما يعني معنا في ظهر أدلتهم، لكننا نقول يعني لما تضع يعني نفسك في هذا المحك الخطر، فتجعل يعني نفسك في مثل هذا الموطن الخطير، لأن الأمر يا إخواني في الحقيقة صعب جدا. لذلك نحذر ونرهب من هذه المسألة المهمة. الآن نأتي حتى لا نطيل عليكم إلى بحث أطلبه باختصار شديد جدا في صورة تربوية لي ولك. أنا لا أريدك أن تأتيني به لنفسي، لكنني أريده منك لنفسك، بحث في تفعيل إيمانك بهذه الصفات الفعلية التي ذكرنا. صفة إيش؟ الرضا، ها، والغضب، والسخط، والمقت، والانتقام، واللعن. ماشي؟ هذه الصفات الفعلية التي آمنا بها وصدقنا بها على حقيقتها لا مجازا، ينبغي أن تفعل عندنا. بمعنى ينبغي أن ننظر إليها بعين الاعتبار. الموضوع مش طرح بس نصوص وخلاص، لا، احنا عايزين نتربى وعايزين نتعلم. بمعنى تكلمنا عن صفة الرضا وأيقنا الآن أن الله تبارك وتعالى يحب ويرضى، صح ولا لا؟ مش كده؟ طيب، الطبيعي جدا أن أهتم أنا بهذه القضية وأن أنقب وأدقق وأبحث ما الذي يرضي ربي، ما الأعمال، ما الأقوال التي أتحصل بها من أقصر الطرق على مرضاته عني، ثم أقوم بتدوينها وعرضي على نفسي برنامج إلزامي. هيا في كل يوم خذي ولو عملا يسيرا يؤدي بك إلى مرضات الله عز وجل. يعني عاوزك تعمل إيه؟ مرة ثانية امسك الورقة والقلم، ابحث في القرآن، ابحث في السنة عن الأعمال التي يرضى عنها تبارك وتعالى منك، واعملها في جدول، والزم نفسك ولو كل يوم بعمل واحد، ولو بالقليل من هذا العمل، ودوم عليه. ستتحصل على مرضات الله تبارك وتعالى في أيام طويلة، في شهور كثيرة، حتى تلقى الله عز وجل. خذ الثانية بالورقة والقلم، نجمع الأعمال التي يغضب عليها تبارك وتعالى، أي على فاعليها، والتي يسخط وأشد أنواع الغضب، والتي ينتقم سبحانه وتعالى بعد الغضب والأسف عليها ومنها، ومررها على نفسك. هل أنت متلبس بها؟ تتوب إلى الله وترجع. طيب، أنا الحمد لله لست متلبسا بأي عمل من الأعمال التي يغضب منها، أو التي يلعن عليها، أو التي يسخط عليها، أو التي يمقت عليها، وأمررها على نفسي لأحذر، لأحتاط، لألجمه حتى لا تقع فيها. يعني مثلا أخواننا والله الواحد في غاية العجب، يعني مثلا تسمع أن العلل كبر مقتا، المقت قلنا هو إيه؟ أشد البغض، لا تخلط، السخط أشد الغضب، أما المقت هو إيش؟ أشد البغض، أشد أنواع البغض. يعني الله عز وجل يبغض الممقوت، هذا بغض شديد جدا. سبحان الله، بالله عليك لما تسمع أن الله عز وجل يبغض هذه الأعمال، قل في الوعد، نقض العهد مثلا، أشياء كثيرة جدا ستجدها في القرآن وفي السنة وتمررها على نفسك، هل ترضى أن تقوم بشيء منها؟ المقصد يا إخواني من هذا المبحث أن أجعل نفسي منهج وبرنامج تسير عليه، الأشياء التي تؤدي إلى مرضاته عني أحرص على تطبيق المقدور منها وتمريس نفسي وتربيتها لتلتزم بها.
والأعمال التي تؤدي إلى غضبه وسخطه ومقته سبحانه وتعالى أبعد نفسي عنها قدر الجهد والطاقة، لأنني أخاف على نفسي أن أتعرض للانتقام. بمعنى بحث أخير يخليك تفهم العدة كله، تحط الانتقام قدامك وتنظر في سننه في كتابه كيف انتقم ممن تمرد عليه وعصاه وفعل 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 في القرآن. شوف سورة الانتقام في القرآن شكلها ايه، وشوف الشدة والرهبة، واستشعر أنه الجبار في علاه سبحانه وتعالى، وأنه ينتقم ممن يعني فعل وفعل وفعل وفعل. قل لنفسك هل لك طاقة أن ينتقم منك؟ هل لك قدرة على هذا الانتقام؟ لا شك يا إخواني أن العاقل اللبيب حينما ينظر في هذه المعاني بعين الاعتبار لا شك سيكون وقافا مع نفسه. فأرجو من الله عز وجل أن توفقوا لمثل هذا الاقتراح البسيط، ولنبدأ يعني في كل أسبوع نجمع شيء واحد مع نفسك، اجمع كل ما يؤدي إلى مرضات الله في أسبوع، الأسبوع الذي وراه كل ما يؤدي إلى غضب الله، كل ما يؤدي. فاكرين مرة في تفسير سورة البقرة تكلمنا عن الأعمال التي استحقت اللعن، فاكرين كان في بحث معمول. فهذه المعاني حاول أن تكررها، تقوم بتدريسها حتى لنفسك والأهل بيتك، عساك تستفيدهم. ندعو الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم يعني هذه الأعمال التي تؤدي إلى غضبه وسخطه ومقته وانتقامه، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم الأعمال التي ترضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فعليكم باللوذ بجنابه والإكثار من الدعاء والاستغفار وطلب المدد والتوفيق والهداية والرشاد. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.